بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي المسلمين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أود أن أتقدم لكم جميعا بالتهنئة بحلول هذا الشهر الكريم، ولقيادات دولنا الأعضاء في العالم الإسلامي كافة. داعين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. بطبيعة الحال، كما هو معلوم أن شهر رمضان المبارك في هذا العام يأتي في ظرف عصيب على الجميع بسبب هذا الوباء الذي انتشر في العالم، ولم يستثني أحدا بجنسية أو عرق أو دين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء، وفي شهر رمضان المبارك ندعو جميعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق أيضا علماء المسلمين من المتخصصين في الطب والعلوم، لعلهم يسعد البشرية باقتراح باكتشاف علاج لهذا الوباء. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم جميعا السلامة والأمن لأوطاننا وقياداتنا وشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.